طيب نتكلم بقى مع حضراتكم عن تفصيلة دايما بنتكلم عنها سواء بشكل مباشر او من خلال اخبار مختلفة متعلقة باللجان المختلفة في النادي الاهلي، ودايما بنأكد على ان اللجان دي الحقيقة عاملة شغل اكتر من ممتاز ومهتمة بكل مناحي الحياة. يعني مفيش اسبوع بيعدي غير لما يكون لجنة ما من لجان النادي الاهلي منظمة احتفالية او منظمة فاعلية سواء كانت ثقافية رياضية فنية ادبية ترفيهية الى اخره. مؤخرا نظم النادي الاهلي الصالون الثقافي بقاعة فكري أباظة في مقر النادي الاهلي في الجزيرة، وطبعا شاهد مناقشة رواية ربع جرام للروائي عصام يوسف. وقيمة هذه الندوة تحت إشراف اللجنة العليا للجان وطبعا بالتنسيق مع الإدارة التنفيذية بالنادي وسط إقبال كثيف من الحضور على يعني تواجدهم، كانوا كلهم حريصين على التواجد في هذه الاحتفالية عفوا. وشهد الصالون الثقافي حضور كل من الأستاذ خالد جلال رئيس اللجنة الثقافية والكاتب فتحي محمود اللي أدار النقاش حول مضمون هذه الرواية اللي بتناقش مشكلة إدمان المخدرات طبعا باعتبارها ظاهرة حياتية من أهم المشكلات اللي بتعاني منها كافة المجتمعات الإنسانية، وكان في محاولة لإيجاد طريق للخلاص، طريق للحل وللانتهاء من هذا الملف بالكامل. هنشوف مع حضراتكم تفاصيل أكتر ونتعرف عليه من خلال هذا التقرير ونرجع نكمل. اتفضل. أنا ابن النادي الأهلي وعندي أصدقاء كثيرة جدا في النادي الأهلي، وعمري ما جات الفرصة إن أنا أعمل ندوة في النادي الأهلي. فلقينا إن الحمد لله لما كتاب كسب، لما رواية ربع جرام كسبت جايزة الملك عبد الله الثاني للإبداع، لقيت إن أحلى حاجة الاحتفالية تبقى في النادي الأهلي. فأنا بحتفل النهاردة بفوز الجايزة، بفوز ربع جرام بجايزة. طبعا موضوع ربع جرام موضوع مهم لأن موضوع المخدرات بيمس كل أسرة، فالأسئلة كانت في صميم الموضوع. الناس عايزة تطمن على أولادها، الناس عايزة تعرف تتعامل إزاي مع أولادها في الوقت طبعا الإنترنت ونتفليكس ويوتيوب اتفتحت على مصراعية كده قدامنا، فبقت مسؤولية وبقت صعبة وبقت خطر جدا على أولادنا. فالأسئلة كانت من هذا المنطلق مهمة، إن احنا إزاي نتعامل مع أولادنا، إزاي نحمي أولادنا، إزاي نقرب منهم، إزاي نسمعهم ونفهمهم، لأن الجيل ده غير جيل زمان. أول تكليف من كابتن محمود الخطيب لما أنا مسكت اللجنة الثقافية كان عودة صالون النادي الأهلي الثقافي، وقال ان هو بيعتبر ان دي اهم حاجه، ان يبقى في موضوعات بيتم مناقشتها مع اعضاء النادي، لا اعمال فنيه وادبيه وفي كل المجالات راقيه، بحيث ان ده يعني يسمو بالفن والاخلاقيات بتاعه اعضاء النادي اللي هم محبين للفنون وللاداب. وده كان اول توجيه وفعلا اهتمنا جدا بيه، واتقابلنا مع الاستاذ فتحي محمود وهو كاتب مهم جدا في جريده الاهرام وعضو النادي الاهلي قديم جدا، علشان نعيد تدشين فكره صالون النادي الاهلي الثقافي اللي كان موجود زمان وتوقف من سنوات طويله. وفكرنا ان احنا نعمل اول صالون مع الاعلامي الكبير والروائي الاستاذ عصام يوسف، لانه كمان الروايه بتاعته ربع جرام دي هي يعني بيع منها حتى الان 2 مليون نسخه، واثرت تاثير كبير جدا في الشباب، وهي بتناقش قضيه خطيره جدا وهي قضيه المخدرات بين الشباب. وزي ما حضرتك شفتي التفاعل ما بين اعضاء النادي وما بينه والاسئله اللي كانت موجوده كلها هي اسئله حيه جدا وحقيقيه جدا، وهي يعني هو زي ما تفضل وقال ان هو كتبها من قصه واقعيه هو شافها، وده اللي مخليها تاثيرها كبير جدا كده. الصالون الثقافي ده كنا محتاجين من زمان ان هو يكون موجود ويرجع تاني لينا. في فتره كبيره في النادي الاهلي ما كانش فيها صالون ثقافي، والاعضاء محتاجين الحاجات دي في الفتره دي. يمكن استاذ خالد جلال يشكر، طبعا اجتهد وما جابش اي حد، جاب راجل عظيم وكتاب عبقري، كان لازم يبقى موجود في اول ندوه ثقافيه في الصالون الثقافي. كمان ان الاستاذ خالد جلال عامل شغل في اللجنه الثقافيه عالي جدا، مش بس الصالون الثقافي الحقيقه، لا في شويه ايفنتات جايه كمان على المراحل اللي جايه هتبقى هايله. اعضاء النادي الاهلي بيتبسطوا من الحاجات دي وبيستفادوا، وبتضيف اهم حاجه ان احنا نكون بنضيف ولو جزء بسيط لاعضاء النادي الاهلي يعني.